السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. الفيديو ده مهم جدا لأن في ناس كتيرة بتبعت لي على موضوع إن هي مخلفة في ماليزيا بقالها سنين وعايزة ترجع. أنا طبعا عايز أرجع حضراتكم الفيديوهات القديمة اللي أنا عملتها واتكلمت فيها على موضوع العمل في ماليزيا وخطورة استغلال تجار البشر، بقى مش عارف أقول عليهم إيه تاني، الناس اللي بتتاجر بآلام الناس وباحتياجاتهم وبتجيبهم تبهدلهم في ماليزيا، ومع الوقت يلاقي نفسه قاعد في الشارع لا عارف ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا لاقي مكان يشغله، والشخص اللي جابه نصب عليه. فإحنا بنكرر يا جماعة والله العظيم خوفا على الناس، إحنا كل يوم بنسمع قصص محزنة وكل يوم الناس بتشتكي من الوضع المحزن اللي وصلت ليه في ماليزيا. انا عارف كويس جدا ان في كتير من البلدان العربية حلها ضنك وصعب جدا، لكن والله والله وجود الشخص في ماليزيا بغير اقامة عمل بتكون بهدلة كبيرة جدا. انت اوعادك في بلدك في الاخر انت قاعد في مكانك، اصلا انت مش هتيجي هنا تحصل شغل كفرصة افضل من المكان اللي انت قاعد فيه. لكن فكرة ان هم بيبيعوا للناس الوهم ويكلموهم بعملات غير عملات بلدهم، اللي هي لما بتترجمها بعملة بلدهم بتبقى مبلغ كبير جدا، فبتلاقيهم جريوا للموضوع دوت، وبالتالي مع الوقت بيخلفوا وبيقعوا تحت طائلة القانون. والله والناس بتتبهدل، يعني موضوع المداهمات بتاعت الاميجريشن بتبهدل الناس. فانا في الفيديو دوت يعني ان شاء الله تكون بشاره للناس اللي قاعده مخالفه بقالها فتره ان ماليزيا عملت نظام لرجوع المخالفين بدون مشاكل. اول حاجه، البرنامج ده اتفتح من شهر مارس اللي فات وهيستمر لحد نهايه العام 2024 اللي هو ديسمبر. هم فتحوه برده السنه اللي فاتت واتقفل ورجعوا فتحوه السنه دي برده مره تانية. البرنامج ده مستوى ايه؟ ان الغرامه فيه لا تتعدى 500 رينجت، على خلاف السابق كانت بتوصل لاكثر من 3000 رينجت، دلوقتي 500 رينجت وبتقدر ان شاء الله تعالى ترجع آمن معافى بدون مشاكل، ولما تروح لحد هيقبض عليك ولا هيمسكك ولا اي مشكلة ان شاء الله تعالى، ولا حتى هيكون في محاكمة. والكلام دوت من على لسان قائد الشرطة نفسه والمسؤول في الاميجريشن، يعني حتى هم كاتبين الكلام ده في الموقع بتاعهم، ان لا فيه لا قبض على الشخص ولا محاكمة ولا اي حاجة. هم عايزينك تيجي تقدم وتخلص وتمشي في امان. وخدوا بالكم عشان الناس الطيبه الجميله، مفيش مكاتب تعمل لك المعامله دي، المعامله دي انت بتعملها بنفسك مع الاميجريشن. مفيش مكتب يقول لك اديني مش عارف كم الف ولا 500 رينجت كمان ولا اديني مش عارف كذا وانا اخلصك المعامله، لا، المعامله انت بتروح تخلصها بنفسك في الاميجريشن، والاميجريشن دي اللي هي وزاره الهجره. طيب ايه المتطلبات اللي انت تجهزها وانت رايح؟ متطلبات بسيطه جدا. اول حاجه وانت رايح الاميجريشن تروح بباسبور صالح، يعني لسه في صلاحيه، او وثيقه السفر الخاصه بالبلد اللي انت جاي منها. الحاجه الثانيه يكون معاك تذكره طيران انت خلاص حاجزها وتكون قبل ميعاد الاقلاع باسبوعين، يعني مثلا لو انا مثلا هروح الاميجريشن يوم الاثنين، يبقى معناه ان الاثنين اللي جاي لا اللي بعديه تكون التذكره بتاعتي جاهزه ويكون ده ميعاد الاقلاع بتاعي، وساعتها بروح الاميجريشن. هنا بقى في جزئيه غلسه شويه، ان التحويل بيكون كاشلس، ما بينفعش تروح تدفع فلوس كاش في المكان، لازم كاشلس، وبالتالي لازم تشوف حد يكون معاه اي وولت، او انت حتى معاك اي وولت عن طريق تاتش اند جو او اي حاجه، او تشوف واحد صاحبك عنده حساب بنكي ويجي معاك هو يدفع لك، او تكلمه مثلا في التليفون وتديله الفلوس كاش وهو يروح دافع لك المبلغ ده عن طريق الكيو ار اللي موجود في الاميجريشن. الحاجه بقى الجميله والكويسه جدا ان الاطفال والشباب اقل من 18 سنه مش هيدفعوا اي غرامات نهائي، لكن هتنطبق عليهم بقيه الشروط زي مثلا موضوع تذاكر الطيران وان هم يكون الباسبورات بتاعتهم صالحه مش منتهيه. ووزاره الهجره بتنصح الناس ان هي تتواصل مع السفارات بتاعتها لو عندها اي اشكاليه بقى في الورقيات، في المستندات بتاعتها، في وثائق السفر، تتواصل مع السفاره عشان يحاولوا يتعاملوا مع الاميجريشن ويسهل لهم موضوع الخروج. دي يا جماعه كده التفاصيل المهمه فيما يخص الناس المخالفه اللي عايزه تمشي بدون ما تتعرض لاي مشكلات في ماليزيا. البرنامج مفتوح لاخر السنه، شاركوه مع اصحابكم، مع الناس اللي بتشتكي نوت. وعلى فكره انا ما جهزتش الحلقه دي الا بعد ما بعت لي عدد من الناس اللي متورطين في الموضوع وعايزين يطلعوا، يعني هو بيقول لي انا عايز بس اطلع وخايف اروح يتقبض عليا، خايف يحصل اي مشكله. فان شاء الله تعالى الفيديو دوت يكون ييسر عليكم الامر ويكون سهل الدنيا، وربنا يا رب يحفظكم جميعا ويبارك فيكم ويرزقنا واياكم من حيث لا نحتسب. ما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناه، واراكم فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.